صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون مالية لسنة 2022، بما في ذلك المادة 187 التي أخذت حيزاً كبيراً من النقاش، بحيث أدخلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أدخلت تعديلات عليها من خلال تحديد تشكيلة جهاز التعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة. التعديل الأخير اللي الآن الموجود أمامنا هو مطمئن. لماذا مطمئن؟ أولا أن هذا يعني إعادة توجيه الدعم إلى الأسر المحتاجة راح يخضع إلى دراسة ويخضع إلى لجنة اللي هو اسمها جهاز الدعم، مشكلة من كل كافة القطاعات الوزارية، وتدرس هذا الموضوع بتأني، توسع الاستشارة وانخراط كافة الفاعلين في العملية، ونطمئن كذلك يعني المجتمع ككل بأن ما يفهمش بأن هذا الدعم يخص فئة معينة من الأجور فقط، يعني فيه تدرج في ظلم. ممكن بعض الفئات تستفيد 100% في الدعم، فئة تستفيد في مرحلة أولى إلى 60%، فئة أخرى تستفيد ب 30%، وهكذا التدرج. المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 سمح بطرح العديد من الانشغالات الأخرى، والتي تمحورت في مجملها حول مسائل ذات الطابع الاقتصادي الاجتماعي، وكذا مسائل تتعلق بالجانب الميزانياتي. اليوم قانون مالية له ما له من إيجابيات وعليه ما عليه. نحن في لجنة المالية صوبنا ما يجب تصويبه وتركنا ما يجب تركه، لكن نحن نتفائل خير، خاصة لأن الجزائر كانت هناك أزمة مالية من خلال جائحة كورونا. نتوقع يكون هناك نمو اقتصادي 3.3%، نتوقع أنه يعني تكون هناك سعر يعني المحروقات يعني الدخل الخزينة حوالي 27.9 مليار دولار سنة 2022. 42 تعديلا تم اقتراحه من طرف النواب، وتم مناقشتها من طرف لجنة المالية والميزانية أفضت مداولتها لإدراج بعض التعديلات على بعض المواد والتمسك بأخرى.